شوف، ربما المتابع يتذكر تغريدة لي عن اللاعب رياض محرز فيما يخص الراية الوطنية وشارة القيادة. تلك التغريدة لم تكن تغريدة اعتباطية فقط من أجل مهاجمة اللاعب. أن اللاعب أعزه وأحترمه وأعتبره ربما من بين أفضل النجوم الذين مروا على الكرة الجزائرية، ولكن أحب كذلك اللاعب صاحب المبدأ واللاعب الذي عندما يلتزم يكون التزامه إلى النهاية. فقط أعود قليلا إلى نكبة الإقصاء من المونديال. صمت الجميع ثم بدأت ردود الفعل تأتي تباعا. من بين ردود الفعل كانت المعلقة التي كتبها رياض محرز في مرارة الإقصاء، في القسوة التي كانت عليها تلك اللحظات، في الحزن الذي أصاب المجموعة، أصاب اللاعبين، أصابه شخصيا. ثم ختم تغريدته لو تتذكرون واعدا الجزائريين بعودة المنتخب من جهة، وبوضع الجزائر في المكان الذي تستحق، كتب عاليا عاليا كثيرا، يعني او تخيو اعلى، ايوه عاليا اعلى الى اعلى، اي عاليا الى اعلى. ثم قال تحيا الجزائر. في اول استحقاق بعد تلك التغريدة يغيب اللاعب عن المعسكر بغض النظر. هناك عدة هفوات سقط فيها فقط، ليس فقط محرز بل الاتحاد، المدرب ومحرز. اللاعب في أول استحقاق بقائمة فيها مجموعة من الشباب وهو قائد المنتخب، مباشرة بعد تلك الكبوة، لا أترك مكاني شاغرا، أنا قائد المنتخب، أنا الرمز، وأنا أيضا المرجع، وأنا المثال في المنتخب. فحتى في حال الإصابة من باب احترام هذه الشارة ومن باب احترام الدور ومن باب احترام الظرف الصعب والمعقد الذي يمر به المنتخب مع تشكيل فيه الكثير من الشبان، ماذا كان سيكلفه الحضور إلقاء كلمة لهؤلاء الشباب تشجيعية وتحفيزية، ولا نطالبه حتى بحضور المباراة الأولى في الجزائر، فقط يعطي المثال للروح والإقدام والإصرار وأيضا التصميم على العودة بصفته قائد للمنتخب. هذه نقطة، يعني أوتريو ما ولتش أوتريو. ثانيا، عندما يكون اللاعب مصابا، اللاعب محترف يمارس مهنته التي هي كرة القدم، عندما يكون اللاعب مصابا يذهب إلى العلاج وليس إلى العطلة. لا أقول بأنه لم يكن مصاب، ولكن المنطق، أنا أطرح تساؤلات، ما لست أنا من يجيب على هذه التساؤلات، أنا فقط أطرح تساؤلات، لأن الظرف حساس ولا يتحمل مثل هذه التصرفات. اللاعب مصاب يعالج، اللاعب مرهق يقولون لنا بأنه مرهق، لماذا يقولون لنا بأنه مصاب؟ أنا لا أشكك لا في تقارير مانشستر سيتي ولا في أي شيء، فقط المصطلحات المستعملة ليست في مكانها، وهذا ما يترك المجال للغط وللتفسيرات الخاطئة.